قولها وكيجا ايضا والمرمى خط الدفاع ما تلقاش الحارس نقطة ايجابية. تحسن الاداء ايضا في الشوط الثاني ربما تعليمات من بيتكوفيتش بين الشوطين شاهدنا شوي شوية تحسننا كيف قلنا كيف كيف بالممشي اعتقد الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول. شوف مش بريمير ما طلعبنا بريمير دوزيام ما طلعبنا دوزيام ما كاش مون دي با ما كناش سانسار مو ما مريناش للسرعة الخامسة كنا بالمام ريتم براسك شوية سدنا شوية ريتم. مي سي كومبريونسيبل باسكو علاش سي ان ماتش سون انجو مباراة بدون حسابات وحتى هؤلاء اللاعبين انت اليوم سيدي جوار كاين اللي برو كاين كذا يخاف صار انا هو واحد معاهم انت تلعب ماتش بدون اي حساب بدون اي حاجة للنقاط تروح تحط روحك في الدونجي نعم. عودية لو نتحدث عن خط وسط الميدان اليوم لم نشاهد سلاسة في بناء اللعب لم نشاهد البناء يأتي من الخط الخلفي شاهدنا فوضى منظمة في خط الوسط الكرات لم تكن تصل بشكل جيد إلى المهاجمين ما هو السبب؟ محمد وسط الميدان يعتبر الحلقة الأهم بالنسبة لفريق في كرة قدم سواء كان فريق أو منتخب ربما أقول أنه الحالة البدنية التي يتواجد عليها كل من رياض محرز وبن رحمة بدرجة أقل عمورة حتى وإن قلت في بداية الحصة أن عمورة ليس بذلك المهاجم المحط الذي بإمكاننا أن نستند عليه للمضي قدما في ثلث الأخير من الملعب ما يجب أن يفهمه الجمهور الكريم لأنه كرة القدم محمد تفهم تلعب فوق الأرضية الميدان ولكن تفهم أيضا اللاعبين فيما بينهم ما رأيته أن لو نعود إلى زروقي زروقي أبان عن مستوى لا بأس به في مباراة اليوم ويعتبر النجم المضيئة في وسط ميدان المنتخب الوطني لأننا لم نستحوذ على الكرة زروقي تكلمت في كم من مرة منذ 3 سنوات وأنا أحلل مباراة المنتخب الوطني هو لاعب لا يتدرج التدرج السليم من الدفاع إلى الهجوم هو لاعب يعرف كيف يقطع الكرات في الوقت المناسب يعرف كيف يكمل الهجمات لو نستند على تحليلنا في مباراة زروقي التي لعبها كلها تسديدات من خارج الإطار وكرات ثانية لأنه يعرف كيف يكمل حالة هجومية لمحرز أو بن رحمة أو إسلام سليماني في وقت مضى إسلام سليماني لما كان في المنتخب الوطني أو بنجاح يرغمك على أن تكون في منطقة العمليات وهذا ما كان يستفيد منه زروقي أو لاعب آخر لا أريد أن أسمي الأسماء زروقي في كل من مرة يسترجع كرة ثانية و معروف بقذفاته القوية كانوا يسجل منها أهداف كان يعرف أيضا في مباراة منتخب الوطني أين وجد نفسه عمورة يعطيه كرة ضد منتخب على ما أظن غينيا ضد منتخب غينيا على ما أظن أين سجل هدف ممتاز زروقي أوغندا ضد أوغندا زروقي ضد كابفير لو تلاحظ جيدا في تلك اللقطة عمورة على الجهة اليمنى زروقي يعرف كيف يكمل أنا في جملة تكتيكية مفيدة وتقنية أيضا زروقي هو ذلك اللاعب التكتيكي الذي لا يرى من المتتابعين فوق أرضية الميدان ولكن يقوم بمجهودات دبارة وهذا المنصب بالذات يعني كريف. أنت تتفق مع المدربين الذين يشركونه بصفة أساسية أنا أتفق معه لكن كل أتفق معه كل الشعب وكل الأنصار وكل الصحافة تنتقد زروقي استنى محمد فان باستن لما تحصل على الكرة الذهبية تعرف ماذا قال قال باريزي هو الذي يستحقها وأنا أجزم في كلامي أن باريزي لم يرى في تلك الموسم هناك سيدي بورتر دو محمد هناك بعض المناصب لكنه لا يلعب للأمام أمين راني معاك شوف في كل الانتقادات محمد الانتقادات التي انتقدناه فيها كلها راني معاك لأن الشعب الجزائري ببساطة يحب ذلك اللاعب الذي يلعب الكرة الشعب الجزائري يحب أن يرى يمتع النظر لأن يمتع النظر لأنه رأى أساطير في المنصب محمد شريف وزاني في التسعينات قديورة في 2019 تحصلنا على كأس إفريقيا بالأداء الضخم والجيد قاسي سعيد أيضا نعم محمد رأينا لاعبين في أعلى مستوى محمد في هذا المنصب الآن زروقي قلت لك التدرج السليم لا يعرف كيف يخرج بالكرة وممكن أنه لاعب بخبرة السنين ممكن أن يزم في كلامه لأني أنا لم ألعب في هذا المنصب نعم ميدو زرقان ألا تعتقد معي بأنه لم يستغل الفرصة كما يجب يعني إصابة بوداوي حصل على عدة فرص في المرحلة الأخيرة مع بيتكوفيتش دار مباراة واحدة في القمة
وبقيه المباريات واحد خرج لعب شوط وخرج سجل اين سجل الهدف اليوم ما كانش ايضا في اعلى في اعلى مستوى اعتقد بانه ما استغلش الفرصه كما يجب او ربما يكون لك راي اخر آه انا بالنسبه لي مستواه من نفس مستوى بقيه الفريق ما عدا شويه زروقي وشويه لا لا الفرصه على المباريات المتتاليه اللي جاتو لا الفرصه اللي جاتو تقريبا مع بيتكوفيتش يلونشان لطروازيام يلونش لم تخن الذاكره ثلاث مباريات كاساسي مع بيتكوفيتش اكبر رقم ما استفادش به مع منخب الوطني سابق طيله فتره تواجده في ليبيريا كان جيد المباراه الماضيه لعب شوط وخرج كان غير المدرب بوداوي لما لعبنا في لا هو في عنابة في عنابة, في عنابة مع طوغو لعب ميطو خرج ودخل بوداوي واليوم لعب كأساسي تقريبا غير قول تقريبا طيلة المباراة لعب دقائق كثيرة اليوم ممكن أنا بالنسبة لي أداؤه من نفس أداء زملائه في المنتخب الوطني ما عدا قلت لك ما عدا قليلا أكد جاب بسبب التصديات اللي قام بهم الزروقي بقي كلهم على نفس المستوى من مستوى فارسي أي تنوري يعني فبال بلامي هو برك يعني نفس المستوى مع الزملاء الآخرين رغم أنه لما تشوف إحصائياته تقريبا الى بيرديو لي ديال اريان ديالو كاع لور كي لا لو كاباري و سور سول يعني سور سات ديال ربح زوج التحامين لعب بوكو بلوس روليور اكثر من اللي لعب الزروقي اللي كان الاخر تفضل عمي حبيت الا ترى بانه الناخب الوطني هو ضحيه لمنصب لهذا المنصب لعدم وجود لاعبين في الوقت الراهن جزائريين من اعلى طراز il faut qu'il ouvre les yeux sur d'autres choix منهم نجيك نجيك لا 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 فقط في منصب زروقي وزرقان منصب زروقي وزرقان اعطيني لاعبين باستثناء سليم بوخشوش الذي يؤدي في مباراة سيتي سايبا في هذا اللوع من المباراة ولكن لا يوجد في هذا المنصب لاعبين من اعلى مستوى دوك واحد كيما سالم كيما تجيبوش في هذا 16 في هذا لي دو ماتش كيفاش انا معك في الطرح انا معك في الطرح ميدو ليس السؤال الذي يطرح امين على حسب هضرتك واش راك تتكلم ما نقدروش نغيروا خطه اللعب لازم نلعبوا بسونتينال بوسط دفاعي واحد ارتكاز اسكو هاد التشكيله هاديه هاد طريقه تلعب قران ما نقدروش نبدلوها احنا العالم قاعدنا نشوفوا كاين دي سيستم دي جو اليوم لعبنا 3 4 3 ولا 4 ولا 3 4 2 1 من داك لعبوا 3 4 3 3 ماشي قران نقدروا نلعبوا بدو ريكيبيراتور صح ولا لا ما نقدروش سي با اوبليجي لازم نلعبوا بزروقي وحده دونك انا بالنسبه ليا نقدروا نغيروا اليوم رانا غيرنا طريقه اللعب نقدروا ثاني نلعبوا ب 4 2 3 1 نلعبوا 4 2 1 3 كيما نلعبوا بانديس عندنا باسكو بن رحمان اللي يقدر يلعب ولا كويري يقدر يلعب عبد اللي يقدر يلعب مور المهاجمين دونك ماشي قران هذايا اليوم زروقي بالك سي با ماشي ديجا اولا ماشي كيما يلعب في فيرنود يلعب في المنتخب الوطني هذه الناس الكل يعرفوها واليوم انت محمد كي تكلم لي تقول لي سمعت انا امين مقبيه تكلم اسمح لي امين هذا منتخب وطني لازم تجي دير مقابله جميع ما تقوليش انا ضحيه ولا مش لا خويا تجي تقدم مقابله كبيره باسكو حنايا وكان جا جوار خارج من الشامبيونات تاعنا ما يلعبش مليح كاع لاجيري كاع طيح عليه وكي هو جاي من ليطرونجي لازم لا لازم نصبروا عليه لازم بكذا لازم نو خويا لازم خويا كاين دي جوار في المنتخب الوطني ما مشي يلعبوا مليح بصح واحد ما يتكلم عليهم دونك لازم ولا نديروا حنا نهضروا هذاك ولا نهضروا على دي جوار ما نهضروش عليهم نو كما قال لك ميدو مقبيلات خويا نال الفرصه ديالو بزاف زروقي اليوم لعبنا باسكو بخطه دفاعيه ضد فريق اللي كان تسمى اللعب ديالو كان بوكو بليس في وسط الميدان اخويا سي فور سايبان بريز بصح كيما نقولوا في بناء اللعب اسكو نلقاو زروقي خلاص ما لا لازم خويا واليوم الكره الحديثه اخويا سي با اوبليجي تكون لازم غير كيري قدام من رانا نشوفوا انت تشوف رودري تستمتع خويا كي تشوفه يلعب امين ولكن بليز اليوم نقولها بكل صراحه عانينا من عده مشاكل ويجب ان نضع الاصبع على الجرح كانت في بعض المراحل استحالة الخروج بالكرة صعوبة كبيرة في بناء اللعب وصناعة الفرص لم نصنع فرصا خطيرة فقط تسديدتين طيلة أطوار المباراة التسديدة الأولى كانت من رياض محرز في الدقيقة 50 يعني كانت هناك أمور يجب أن نقف عندها حتى نصححها في المستقبل عندما نتحدث بهذا الشكل لأن أننا ضد المنتخب وننتقد من أجل أن تصلح الأمور في قادم محمد اسمح لي أقول لك حاجة للكلام تعالى
واليوم لعبنا بتشكيلة أساسية ما عدا فرزي. نعم. اللاعب الجديد في المنتخب الوطني اللي ما لعبش كتير مقابلة تالت مقابلة ديالو، لعبنا بتشكيلة اللي متعودين نلعبوا بها. نعم. دونك ماشي قال ما لعبناش مليح باسكو التغيرات كتيرة ولا الفريق اللي لعبنا بهم اليوم لاعبين هادو هما اللي لعبنا بهم كوب دافريك. نعم. اللي لعبنا بهم لي زيميناطور تاع كوب ديمود. نعم. دونك هادي هي وكي جا قلنا بأنه قام بمباراة كبيرة، لكن يجب أن نقول أيضا بأنه أوكيجا ضيع الكثير من الكرات الطويلة لأنه لم يستطع أن يلعب مع اللاعبين، تقريبا المنتخب كان محاصر، كان في كل مرة يضطر إلى القيام بكرة طويلة. أمين لو نتحدث عن تفضل. مش محاصر المنتخب، ما عندكش أنت زرقان وزروقي في زوج ما يقدروش يدوروا الدور تاع اللاعب اللي عاودي يولي للوراء يستلم الكره ويطلع بتدرج نحو خط الهجوم. الدور اللي كان يقوم به عوار مثلا. نعم. ولا الدور اللي داروا شويه كويري ما هضرناش على الباس ديالو. بارك الله فيك، بارك الله فيك. في المنصب الجزائري يلعب هذه الادوار ولا الدور؟ لا لا عوار، عوار لا عوار اللي يلعب صح يحبط يحبط يدرج بالكره لا يلعب قدام اكثر هجومي. امين على بالي خل معليش نحضر. لا يوجد في الوقت الراهن جزائري واحد بإمكانه أن يعمل تدرج سليم وسلاسة سواء بالكرة أو عن طريق المراوغة. عندنا مشكلة في خط الوسط. شكرا جزيلا. نعم. نتكلم أنتم ما تكلمتوا خلوني برك نتكلم. نعم. في كثير من المباريات عوار يلقى نفسه مضطر لأنه يلعب مع زروقي ولا زرقان يلقى نفسه